بالنسبة للبلدية، هي بلدية وادي مليز معروفة قديمة من عام 59، تحدثت في 59، فيها 18 عضو مجلس بلدي. بلدية وادي مليز كان فيها 2000 ساكن في المنطقة البلدية القديمة، اليوم بالتوسعة وصلنا 18 ألف ساكن. مالوريزمون بنفس الإمكانيات، أنا إن شاء الله تتطور شوية ونولوا نوصلوا ونمسوا أهالينا في المناطق الأخرى كلها. أي بالنسبة للميزانية مبدئيا ما كبرتش، قاعدة معناها بنفس الميزانية وبنفس الإمكانيات كما قلت لك، قاعدين نخدموا في 18 ألف ساكن هذوما بالإمكانيات نتاع 2000 ساكن. إن شاء الله هذا يتطور قاعد شوية. سعينا بالنسبة للسنة باش نشريوا ماتريال باش نحاولوا زادة نمسوا المواطنين اللي يسكنوا في المناطق هذه اللي وقعت إضافتها، خاصة في مجال النظافة، خاطر وادي مليز كانت معروفة أنظف البلديات وتحصلنا على جوائز. اليوم ما لازمو بنفس الإمكانيات ما خلطناش باش نحافظوا على كل شيء هذاك. وبالنسبة للمقر هذا الهيستوريك نتاعو على أساس قبل هي الأرض تيتر باسم البلدية، باسم بلدية وادي مليز. جات المجلس الجهوي عملت فيه بنات فيه المقر هذايا على أساس بناته باش تعملوا منطقة حرفية. الله يسامح النيابة الخصوصية قبل اللي ما كفاش مشاو في المشروع هذايا ويعرفوا لي خصوصيات المنطقة. احنا منطقة فلاحية معروفة عندنا 3200 هكتار سقف، ما عندناش حرفية، دونك هذاك علاش خلاه هو المقر هذاك قعد معناها مش مستغل لسنوات، وبالتالي معناها صار فيه شوية معناها يلزموا برشا اونترتيان، وهذاك علاش خلى المجلس البلدي الجديد اللي يعرف المنطقة ويعرف أهاليها ويعرف شنو اللي تحب وشنو ما تحبش. ولقينا فرصة مع كما قلت لك، خاطر احنا زادة ناقصين شوية إمكانيات، لقينا فرصة مع وزارة المرأة اللي هي كي باش نسندوا لها احنا المقر هذا، هي باش تصرف عليها خاطر الكلفة. داير وزارة المرأة أسندت لي 325 ألف دينار اللي البلدية عاجزة على سندها، معناها فرصة هي ربح للشيرتين للناس الكل. هاكا باش يتصلح وهاكا باش يقوم بوظيفته، باش يولي يخدم، باش يولي يأدي أن سيرفيس للبلاد وللخارج حتى المنطقة نتاعنا. هي الحكاية معناها الكل فيها حكاية إمكانيات. إذا كان البلدية كان عندها الإمكانيات باش هي تقوم بالمشروع هذايا، وعلاش لا؟ لقينا كمان حل مع الوزارة وعملنا الاتفاقية على أساس هي اللي باش تصرف على المقر هذايا، ولكن احنا زادة موجودين معاها ديما وباش نمدوا يد المساعدة بالإمكانيات المتوفرة. هو دور البلدية بالنسبة للمقر هذايا، أول حاجة عملناها صح احنا سهلنا العملية وعملنا التخصيص. يبقى في انتظار حتى تكمل الوثائق والأوراق هذه اللي تعاني منها تبرونتيز الناس كل اللي بفراس هذه، دوك باش يكون دور البلدية بعد في المراقبة، على خاطر احنا مع التجهيز باش نكونوا معناها معاهم ما يستحقوش اي حاجه، ثماش حاجه مش هكا ما تجيش هكا ما تجيش كذا. اذا كان زاد حتى احنا نجموا نقدروا باش نعاونوا نمدوا يد المساعده بمره ما نرفضوا، خاطر شنو الغايه في الاخر؟ الغايه في الاخر يكون مقر مريح فيه المواصفات الكل، ينجم يؤدي الشيء اللي حاجتنا به، معناها يقوم بواجبه. اكدنا على اساس مثلا باش يلزم تكون روضه صغيره غادي، على خاطر زاد كي تجي بنتي مرأة معنفة ومعها صغارة، ما نحبش أنا صغيرها يقعد غادي ما عنده ما يعمل قاعد شاد حجر أمه. دونك ماذا بيا يكون ثم طبيب نفساني، يكون ثم روضة يتعلم فيها في التدريس نتاعه وكذا. يلزم معناها نوصلوا للنتيجة في انتظار كونها هي ترجع لأهلها، يلزم نوصلوا معناها ما يبيع شيء ونحقوا لهم كل شيء. بالنسبة للصلاحيات رئيس البلدية، نرجع نقول لك راه صلاحيات البلدية من غير إمكانيات ما يعمل شيء. بلدية تبدأ ميزانيتها مليار، فيها 500 ألف أجور، فيها 300 ألف كليراج ببليك، وفيها 100 ألف غازوال. هي إيش حابة تعمل؟ شنو الشيء اللي عندها باش تعمل؟ أعطيني يا خويا إمكانيات، أعطيني وفر لي إمكانيات وتشوف البلديات واش تعمل. أعطيني إمكانيات وأنا ودي نرجعها لك سويسرا.